السلام عليكم اخوان، اهلا وسهلا، كل شيء بخير الحمد لله. الفيديو ديال اليوم مع واحد السيد اللي باغي نهضر عليه بشحال هذه وباغي ندير عليه فيديو، محتاج الوقت المناسب، الوقت اللي هو مع هذه الحمله ديال لي موفمون اللي كاينه في الحكومه، سيرتو اللي كاينه في الولات. تما فين قلت ارى جا الوقت اللي غادي ندير فيه هذا الفيديو هذا على اسد الولات، السبع ديال الولات، اللي هو سي محمد اليعقوبي والي جهه الرباط سالا قنيطره. لان شفت هذا السيد هذا يستاهل ندير عليه فيديو، لان كانت علاقات كثيره بالحكم ديال الشغل ديالي انا، وحكم بانه والي الرباط سالا قنيطره، وديجا كان والي ديال تطوان طنجة حسيمة. دونك بغيت نهضر شوية على هاد السيد هذا وعلى بعض الهضرة الكثيرة اللي كدور في الوسط ديال المغاربة، كيتكلموا عليه، كاين اللي كيتكلم عليه بالخير، كاين اللي كيتكلم عليه بالشر. أنا نفسروا هاد المسألة وبقاو معانا، ناخذ واحد النبذه على هذا السيد هذا. النبذه هذه اللي تقريبا كاع من بقيت ندير البحث ديالي، لقيت بزاف الناس كيهضروا عليها، وهذه فين زاد، منين هو، فين كان، فين ولا، هذه ما فيها باس نعاودوها. ولد محمد اليعقوبي الذي عينه محمد السادس واليا على جهه الرباط سالا القنيطره وعاملا بعماله الرباط بتاريخ 30 شتنبر 1969 ببركان، زاد في بركان في 1969، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة المدنية من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية. سي محمد يعقوبي مهندس انجينيور ديتا جيني سيفيل، يعني سيد ولد الحرفة، منين تيخرج للشونتي ويخرج عند الناس يهضر، راه كيهضر بحكم ديالو ولد الحرفة وعارف اش كيقول. ما جايش من شي إدارة عمومية، ما جايش من شي من 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 من, من الشريعة والرياضة، ما جايش من شي مسألة من من من, من كلية العلوم الإنسانية. سيد مهندس دولة. نبقاو مع سي محمد اليعقوبي. وبدأ محمد اليعقوبي مساره المهني بوزارة التجهيز سنة 1992، يعني السيد بدا صغير، هو زايد في 1969 بدا المسار المهني ديالو في 1992، حيث شغل مهام مدير بمجموعة من الموانئ، يعني بمجموعة من الموانئ. السيد تبارك الله، راه تعرف ان لي زانجينيور اللي كيتخرجوا تيدوزو واحد المود باش ياخدو هاد البوست ديال بوست ريسبونسابيليتي، يعني ديريكتور. هذا السيد كما تنشوف انا هنايا، وكان هذا بانه يعني زايد في 69 في 92، تبارك الله ما شاء الله، راه باقي شاب. خدا مهام مدير بمجموعه من الموانئ كميناء اكادير ما بين سنه 1992 1993، ميناء طنجة، عذرا، ميناء طنطان سنة 1995، ميناء العيون سنة 1998، وميناء الجرف الأصفر سنة 2001. بوكو باجاج، تبارك الله عليه، يعني ملي ندوز هاد الشيء هاد 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 الشيء ديال الموانئ، راه 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 تبارك الله عليه. كما عين محمد يعقوبي مديرا للمركز الجهوي للاستثمار، احنا عاوتاني لجهة دكالة عبدة، يعني ابتداء من فاتح يونيو 2002، ثم لجهة طنجة تطوان ابتداء من فاتح أبريل 2004. وبتاريخ 22 يونيو 2005 عين الملك محمد يعقوبي عاملا على عمالة المضيق الفنادق، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عينه الملك واليا لولاية تطوان وعاملا لعمالة طنجة تطوان حسيمة. تبارك الله، عنده ما يقول، كارير كبير. بعد دخول التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيز التنفيذ، ملي بدا داك التقسيم ديال 12 جهة، يعني السيد خذ جهة الشمال كاملة ولي عليها.
نشوفوا حنايا هذا السيد هذا وبتاريخ 7 فبراير 2019 جدد الملك محمد السادس ثقته. احنا علاش نهضروا دابا ثقته في شخص محمد اليعقوبي، فعينه واليا على جهة الرباط سالة القنيطرة وعاملا على عمالة الرباط، مسؤولية كبيرة، يعني والي على العاصمة، على البلاصة اللي فيها الأسرة الملكية، البلاصة اللي فيها جميع الشخصيات ديال المغرب كلهم كيتواجدوا في العاصمة المغربية الرباط. يعني خص تكون مدينة ونعم المدن، هذاك الشيء علاش جا لها اسد الولات. حنا ما نقولوش منين جا لقاها عربيه خربه، ما نقولوش بانه جا لقاها كامله غير بيست وقادها، حنا ما نقولوش بانه لقاها ناطحه السحاب وريبها، حنا غنقولوا لقاها مدينه جميله ولكن ازدادت جمالا مع هذا السيد هذا اللي هو سي محمد اليعقوبي. هذا السيد هذا دمايري خدام، ما كيعقلش على بنادم. كاينه واحد الفئه اللي كيذكروك بالخير، كاينه واحد الفئه اللي كتذكروا بالشر. علاش دوك الناس كيذكروا بالخير؟ هذوك الناس اللي كيذكروا بالخير فاهمين هذاك السيد، فاهمين له العقليه ديالو، عارفينو علاش جاي يدير داك الشيء. سيد صارم ما يعقلش على البشر. الراي ديالي هادشي اللي بغات البلاد. تدخل الشركه عندها دفتر التحملات كتشد المارشي، تبارك الله فيه واحد الدالي، فيه لوغدر سيرفيس فوقاش غتبدا، فيه فوقاش غتسالي، الى تعطلات غتخلص لي بيراليتي. بروجيات اللي كانوا في الرباط مثلا عندنا لي تريمي، يعني الانفاق اللي كثروا تبارك الله وداروا، تلقى التريمي فيه مده حنا خدمناهم كتلقى المده ديال 12 شهر. 12 شهر بالنسبه للشركه كتخدموا في 12 شهر شويه عليها بالخطر. بهذه ملي جا السي اليعقوبي ما كاينش 12 شهر، ما كاينش 6 شهور، ما كاينش البروجي اللي فيه عامين. البروجي الشركه اللي كدير عليه ضربو في شهر شهر ونص، تفضل مرحبا بها. الولايه غتعاونها، باش غتعاون؟ غتعاون بلو كونترول، يكون حاضر الشركه تكون قاده، عندها لي مويان اومان، عندها لي مويان ماتيريال، عندها ليفيكتيف لي كادر. تجي الوالي تيقول لهم بان هاد الشركه هادي اللي غادي تخدم هاد المشروع هذا، واش هاد المشروع تقدروا ديروه في شهرين؟ راه المشروع ما ساهلش، لان كاين مشاريع في الرباط كتشوفوهم اللي تبارك الله كانوا في واحد السرعه فائقه، كانوا في سرعه فائقه، ما عمرهم شي مشروع بحال دوك المشاريع اللي داروا في هذاك الوقت الوجيز. اللي حنا كنشوفوا مثلا تريمي ديال حسان اللي دارت في 44 يوم، 44 يوم كانوا قبل ما تضربوا شهرين يلا في الحفار، يلا كيحفروا، مازال ما بداو لا فراياج لا بيطوناج لا حتى شي حاجه. ولكن هادشي من ما كيجي انا كنقول وكنعاود، راه ماشي الشركات، الشركات ممكن دير هاد الخدمه اللي دار الشركه اللي في الرباط اللي هي الهلاوي مشكوري. اي شركه ممكن دير هذيك الخدمه اذا كانت اذا كان المتر دوفراج اللي هو كما بغى يكون، سواء الولايه سواء لا دي ام سواء التي بي سواء كما بغى يكون، الى بغى الشركه تخدم وتسالي في واحد الدليل اللي هو وجيز كيوفر لها كلشي. ما كاينش لي كونترينت، الا كاين لي كونترينت كيتحل المشكل، ما كاينش البلوكاج اللي حاليا ولينا كنشوفوهم كاع لي متر دوفراج كتعطي بروبليم صغير صغير بروبليم صغير. داك البروبليم ما كيتفكروا هو على سيمانه وتيناقشوا على سيمانه اخرى وكيدوزوا الشهر باش يجي عندك ويقول لك اه حكا راه الحل ديالو. وبقينا هنا
راه هادشي راه الناس الشواطية راه عارفين هاد المسائل وعارفين الناس اللي كيديروها. دونك هاد الناس هادو ملي كيشدو بروجيات هو كيعاونهم باش المشاكل تحل شنطا. نبقاو في سيدي يعقوبي. سيدي يعقوبي كما تيقولوا الناس مزيان وخايب. هضرنا على هادشي، انا كان الراي ديالي بانني علاش كنقول بانه مزيان ونهضروا على الناس يقولوا بانه خايب. الشركه دي ما قداش، الله يجعلها كما بغاتكم، يهزها اليوم يحط شركه اخرى غدا. متفق معاه لان الشركه ملي كتدخل واحد المشروع خاصها تكون قاده، بويسكو متر دوفراج موفر لك كلشي، عاطيك البيست فين تخدم، لو كونترول ديالو حاضر واجد صباح عشيه بالليل في اي وقيته حاضر، ما كاينش المشكل. دونك شنو بقات؟ بقات في الشركه، ماشي هو اللي غادي يجي يجيب لك دي حفر، الشركه خاصها تخدم. دونك الشركه خاصها توفر المسائل ديالها، لي موايان هيومان، لي موايان ماتيريال، فورنيتور، كلشي خصو يكون واجد. ما كاينش الو راه باقا ما وصلاتنيش السلعه، احكا لوزين راه شاد عندو العواشه، احكا راه باقي واحد المشكل ديال الشاكره ما كاينش اللي غادي يسني، احكا هذيك الهضره ما كايناش. الشركه اللي بغات تخدم وتخدم في واحد الدالي وجيز واللي غادي تعطي ليماج ديالها المغاربه، و او ميم طون هي غادي تربح، لانه ملي غادي تضرب واحد بروجي في واحد الوقت وجيز راه غادي يكون عندها ربح، عندها ربح ديال الفيكتيف، عندها ربح ديال الكازوال، عندها ربح ديال الماتيريال، عندها بزاف 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 شلاب وكو حوايج. دونك داكشي باش كنهضر انا بان الشركه اللي خدموا في الرباط وزربوا راه ممكن اي شركه دير نفس الخدمه اذا توفر ليها داكشي اللي هضرنا عليه. بحكم سيدي يعقوبي كانوا تيقولوا بانه راه كاع راه عنده مع واحد الشركه عنده اسيدي، حنايا ما شفناش داك الشيء، حنا غير الهضره اصلا انا بالنسبه ليا راه ما كايناش ابدا. السيد خدام معقول، كيتمشى كيتمشى كيخرج من نهار السبت نهار السبت، كيدوز على الشوانط كاع اللي كاينين، كيشوف الخدمه كيديرها، كيشوف لا كاليتي ديالها، كيشوف الروندمون، كيشوف الناس فين وصلوا، كيشوف هادشي. هضرتو قاصحة ما يعقلش على بنادم، من حقه، راه والي صاحب الجلالة، راه إذا ما دارش داكشي راه غادي نبقاو بحال شي مدن أخرين اللي باقيين في العصر الطباشيري. السيد بغا يخدم، حنا كنشوفو مسرح محمد الخامس، مسرح الكبير، تبارك الله فين وصل، شتو كي داير. نهضرو على برج محمد السادس، سرعة فائقة، قرب راه وصل للسماء، راه تبارك الله فين وصل، وعطي واحد المنظر يعني جميل الحمد لله اللي جا في المدينة ديال سلا على ضفة نهر أبي رقراق. شنقول لكم؟ ترامواي تبارك الله ولا مخيط الرباط وسلا، ها هو دابا باقي دابا غادي تكون واحد ليزون ما بين تمارا الرباط، سلا سلا جديده تكنوبوليس، سلا المطار ديال سلا الرباط. كاين بزاف ديال المشاريع اللي تخدموا باقيين، ها هما جايين في الطريق وها هما كاينين اللي باقيين اونكور، يعني باقيين خدامين. هاد الفضل ديال صاحب الجلاله والفضل ديال الوالي ديال صاحب الجلاله اللي كنت، لان انا علاش درت هذا الفيديو الصراحه، شفت اللائحه اللي هي ماشي رسميه ولكن تبارطاجات على مواقع فيسبوك الواتساب، هذه حتى انا بحالي بحال الناس شفت الولاد اللي تعينوا في كل مدينه كل جهه الوالي تاعهم، ما لقيتش الرباط، ما لقيتش الرباط سهله. يعني هذا السيد هذا باقي في الرباط وسهلا، باقي ما سالاش في الرباط وسهلا، باقي يستاهل يبقى في الرباط وسهلا. المدن كلهم تبدلوا وللاسف حتى السميلي راه تبدل، ولكن حتى هو راه ما غاديش نفرقوا على هذا السيد هذا. كاين جوج ولاد اللي كنقول انا بان دازوا عندنا في المغرب هنا وتبارك الله دي زانجينيور دي فغي زانجينيور، هو السيد يعقوب والسميلي سالينا. كاينين ولاد اخرين سياسيين، إيه انا كنهضر على الناس اللي كيفهموا في البي تي بي، الناس اللي كيفهموا في الجيني سيفي، الناس اللي كيمشيو ما بقاش يديروا بحال الارشيتكت يشوف غير لاسبي، الناس اللي تعمقوا في هذا، علاش هذه دارت، كيفاش خصها دار، فين دارت.
تحية لكم وتحية للجميع، وكشلابكم مشاريع بالفضل ديال السيد صاحب الجلالة والسيد محمد اليعقوبي، وكنتمنى يزيد يبقى في الرباط لواحد المدة طويلة طويلة طويلة، لأن باقي كاين بزاف خصها الخدمة. الرباط وصلة وقنيطرة وتمارة والنواعي، ويساليها إن شاء الله ويهزوا لمدينة أخرى، ومغربنا واحد.